لا انا هاخد، انا اللي هاخد التليفون ده عشان اكتب انا عندك بقى اللي النمرة، هاخد التليفون ده يا مدير. ده كمان مين ده كمان كابتن مودي اخبارك ايه؟ مشيت تمام الحمد لله. ينفع الكلام ده كابتن مودي بقى كده؟ قالت لي بقول لها بتقول لي هو مدير قطاع بعد ما مسك المبطل الكوره، انا خلي بالك انا بهدي النفوس. ماشي يا كابتن. فقالت لي ده مسك بوزيشن في النادي اصبح مدير قطاع الناشئين والناشئات، فقلت لها يعني مديرك؟ قالت لي لا مدير على نفسه. ايه رايك، ايه رايك في الكلام ده؟ انا عايزك ترد يا مدير. لا لا هم كسبوا النهارده فاي حاجه تقولها مش هتعدي. هتعدي الدنيا النهارده هنعديها. اه يعني هي لسه كانت دينا بتتكلم على انه قبل المباراه انت كنت زعلان جدا ومتضايق جدا وما زلت بتتاثر كانك بتلعب، يعني دي حقيقه لانه الـ 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 الشباب المرتبط يعني خسروا مباراه من المباراتين. لا هم خسروا مباراتين الصراحه. طب كنت خليتها مباراه يا كابتن وخلاص، يعني انا مشيتها مباراه تقول انت المباراتين. ماشي يا كابتن المباراتين خسروا المباراتين. ايه يعني ايه اللي جاي يا كابتن مودي من وجهه نظرك برضو في قطاع الناشئين والناشئات؟ لا والله احنا عندنا القطاع في الناشئين والناشئات يعني ماشيين كويس في الولايات صراحه، يعني انا الولايات احنا طبعا خير نفسه عارف الكلام ده، احنا في الولايات ماشيين كويس الحمد لله، يعني عندنا قاعده ناشئين كويسه. في البنات محتاجين فيها شغل شويه يعني. عندنا البنات خاماتها كويسه صراحه بس برضو محتاجين شغل كتير. فانا كنت بس متضايق عشان هم عارف هم لعبوا سموحه في السيمي فاينل كان ماتش اقوى من ده وكسبوا ماتش منهم، هم الماتشين دول صراحه كان داي اوف خالص بتاعهم في اي في اليومين اللي لعبوا فيه. انا واخد الموضوع استنبطت، واخد الموضوع على اعصاب صراحه. الموضوع كان صعب، كان نفسي يكسبوا ماتش من الاثنين عشان هم حتى ياخدوا ثقه في نفسهم ويحسوا ان هم المكسب ده حقهم فعلا ويطلعوا يكسبوا بس هم مبسوطين. بس الحمد لله يعني الفرقه الكبيره الحمد لله عوضتنا على البصاره دي، وفي الاخر النادي الاهلي كسب الدوري المرتبط، يعني سواء هم حتى لو خسروا في الاخر هم كسبوا، يعتبر كسبوا الدوري المرتبط. كسبوا اعتقد ان دي برضه بتفيدك من الناحيه المعنويه يعني. اه طبعا على فكره احنا في فرق كتير جدا خدت دوري مرتبط يعني الاتحاد السكندري خدوا قبل كده والماتشات الصغيرين بيخسروا بتحصل كتير يعني عادي يعني احنا بنشيل بعض يعني احنا لو في وقعه من الصغيرين هي شروط المسابقه كده اعتقد. بالظبط بالظبط كده يعني بالتالي بما ان شروط المسابقه كده فبالتالي انا كسبت البطوله يعني. بالظبط كده فالحمد لله يعني الكبار الحمد لله النهارده عمره جيم كبير جدا صراحه والناس كلها كانت مبسوطه بيهم حتى في الملعب والجماهير. اجواء يعني حتى الاجواء في الجماهير والله مختلفه خالص يعني، حتى تحس اللعيبه نفسهم بيلعبوا عشان الجماهير فدي حاجه مختلفه. عارف لو ماتش من غير جماهير كان ما كناش هنلعب بنفس الاداء اللي حصل النهارده. مظبوط كابتن مودي انا بشكرك شكرا جزيلا، الف الف مبروك ويعني ان شاء الله القادم افضل دائما. شكرا جزيلا كابتن مودي الجرحي.